كابتن علاء الف مبروك. ايه التغيير اللي حصل الشوط الثاني؟ هو تغيير في التفكير نفسه، في الاداء نفسه، في الرغبه. بقى عندك رغبه، في سرعه في الاداء، في تحرك احسن، في روح. في روح طبعا. واضح ان الروح اتغيرت خالص في الشوط الاول. صح. واضح ان انت كمان تشارك في الشوط الثاني كان احسن من فريق انبي. اولا طبعا مبروك لصغاره لعيبه النادي الاهلي على فريق انبي. ايوه يعني حاجه بجد، حاجه حلوه جدا بالنسبه للاشبال النادي الاهلي. طبعا انه بيلعب فريق كامل متكامل، فريق انبي وفريق كبير وفريق ايري اسم، ويكسب معاه 2-0. الشوط الثاني كان ند قوي جدا، وكان فتره كبيره جدا في تحركات كويسه لعيبه النادي الاهلي. هي الموضوع كله اتغير انك طمعت شويه في تحرك احسن، في رغبه انك عايز تعمل حاجه في الشوط الثاني. ضاع ضربه الجزاء برضو فرق شويه معاك في لك. لا انا عايز يعني عايز شكلي يبقى احسن. ضربه الجزاء دي لو دخلت هيبقى الموضوع هيبقى كان مختلف، لكن ضاع ضربه الجزاء دي لا طمعتك شويه في المباراه. اللعيبه تحس ان هي اتحررت شويه، يعني اللقاء اتحرر شويه الشوط الثاني. الشوط الاول كان لقاء سيء جدا من الفرقتين، كاتف تحس ان مخنوق، تحس ان مفيش فرق بين الاثنين. لكن الشوط الثاني في تحرر شويه من اللعيبه، تغييرات برضو شويه بدا، يعني عملت شويه نشاط للعيبه النادي الاهلي. مكسور اتصرف الهدف حلو قوي، طبعا جات له على شماله حلو قوي، سديده قويه جدا. صح. هدف حلو. محمد محمود طبعا مبسوط جدا ان هو جاب هدف، لان طبعا انا من اكتر الناس المعارضين، مع ان هو نزل في توقيت صعب، يعني اخر 5 دقائق برضه اخر 4 دقائق. لو هو انت بتلعبه اخر 5 دقائق، اخر 3 دقائق، انا من ده نزل في دقيقه 90 كمان، من اشد المحتر يعني بجد محتر، يعني محتر. انا من بيني وبين نفسي ان الراجل ده لازم ياخد فرصه كبيره جدا عن كده، ما ينفعش دقيقتين وثلاثه واربعه. لكن اعرض هدف وربنا كافئه، حتى يعني اول لمسه هدف. لكن يحسب للاشبال النادي الاهلي ان الشوط الثاني في روح، في روح بالزبط. جديده، في رغبه، في جري كتير اكتر من الشوط الاول بكتير، مع فريق زي ما بقول لك، انا فريق ما عندوش اي يعني، بيلعب بفريق كامل متكامل اساسا، ما عندوش كله بيلعب، مفيش ولا اشبال ولا حاجه خالص. لكن واضح ان فريق انبي ده فريق بيعاني وعايز حاجات كتير جدا 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 ان يبقى في تحسن في فريق انبي. يعني الشوط الاول والشوط الثاني، لا الشوط الثاني تحس ان في الى حد كبير كره بتتلعب بعقل شويه. الشوط الاول كله جري، حتى الفرص اللي بتجيلك مش فرص كلها كده عشوائيه. الشوط الثاني لا، في هدوء، في عقل شويه في اللعب، لان الكره ما تنفعش تلعب كلها جري. الشوط الثاني يعني اعتقد ان ال 2-0 مستحق على فكره. الشوط الثاني اللي لعبت النادي الاهلي يعني مش انت ما سرقتش مباراه ولا حاجه. صحيح، انت كنت ند قوي لفريق انبي، الفريق اللي هو متكامل كله. لكن انت لا، انت بالعكس، انت كنت رغبتك كانت اكتر وجاري كان اكتر في الشوط الثاني. فريق انبي فريق ما اعتقدش ان في لعيب كوره يعني لفت نظري خالص. لكن مبروك ده، سواء على المستوى الجماعي او الفردي، ولا جماعي ولا فردي ولا حاجه خالص. لكن يعني فعلا مبروك لاشبال النادي الاهلي، زي ما الكابتن شريف بيقول، يستاهلوا المكسب الشوط الثاني. ومكسب انت محتاج تكسب مباراه بعد دومه التعادلات. بالظبط، محتاج تكسب مباراه. حتى الاولاد دي هيبقى عندهم نفسيا اعلى، وعندهم ثقه في نفسهم، وهيبقى عندهم رغبه في اللعب. انك تعادل 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 برضه بتعمل احباط شويه لعيب الكوره، خصوصا ما تبقى بقى لعيب في النادي الاهلي. لكن مكسب النهارده مع فريق انبي اعتقد ان شاء الله تبقى يعني بدايه كده للمباريات القادمه، ان شاء الله تبقى كلها مكسب، ويبان شكل اللعيبه دي كويس. لان يعني برضو انت مش عارف تدي قرار كامل في اللعيبه كلها، مش قادر. اوقات بيبقوا كويسين، اوقات بيبقوا مفيش حد لافت نظرك قوي، لكن في تصرفات فرديه كده. النهارده الهدف الثاني زياد رأس كويس قوي، شاط الكره بيمينه، الفور طبعا محمد محمود. لا في حاجات كويسه في الشوط الثاني. فمبروك طبعا المكسب النهارده عن جدار الشوط الثاني، وان شاء الله دايما الاحسن يا رب.